يعني رسالة محمد كانت رسالة دين ودنيا. وهنا فيما يتعلق بمفهوم الدنيا، كان الرسول من وجهة نظر حضرتك رائد في التنمية البشرية، وانت من خلال الكتاب حتى قلت انه ازاي الرسول كان وضع هدف وبيشتغل على الهدف ده. ازاي في وجهة نظر حضرتك وبحثك قدرت توصل لفكرة الاستراتيجي او الآلية اللي كان بيعمل بيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا طبعا في البداية لما جيت أدرس التنمية البشرية ما كانش في دماغي إن أنا أربطه بالدين البداية خالص. كنت بدرس مع الدكتور إبراهيم الفي، فكنت بدرس رحمة الله عليه، فكل ما آخد معلومة من عند دكتور إبراهيم الفي أو الناس اللي هم تلامذته عليها ألاقي ليها مرجعية دينية، ففكرت إن أنا أرجع للأصل. فلما رجعت للأصل لقيت كل الكلام اللي هو موجود في كتب التنمية البشرية الغربية هو نفس الكلام ده، ليه مرجعية دينية بالظبط. حتى إيكار تولي كمان لما عمل The Power of Now ولما عمل The New Earth، أنا كل ما أقرأ الكتب دي بلاقيها فعلا ليها مرجعية، آية قرآنية ليها مرجعية، حاجة حديث نبوي، ده حقيقي. وده معناه أنه الإسلام هو في الحقيقة عقيدة كونية، عقيدة فيها يعني شيء من الانسجام مع الكون يعني. تمام مش كده؟ تمام صح كلام حضرتك ما شاء الله. لا يعني عايز يعني وضح لنا اكتر كمان. تمام، هو الاستاذ طبعا كان بيتكلم على الهدف، فانا هقول الهدف بتاع النبي عليه الصلاه والسلام. هنجيب ايه في القران، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين. احسنت. فهنا كل حياه الانسان لربنا سبحانه وتعالى، كل هدفك لله. صحيح. وطبعا احنا عايزين يعني ايه ما نخلطش ما بين ان انا ادخل مسجد واقعد طبعا زي ما بنشوف 24 ساعة في المسجد، لا، أنت العمل هنا عبادة. أنت هتصلي وتروح المسجد، بس في عمل عبادة. من حقك إنك تشتغل في الدنيا. طب بشتغل في الدنيا، حضرتك مش شغال إعلامي. شغال إعلامي وأنت في الدنيا، لكن ليك هدف إنك تدخل الجنة، ممكن المهنة دي أنت بتوصل معلومة، بتوصل رسالة. فده هدف للآخرة، إنك تدخل الجنة. طالب هيذاكر وبيقول لك أنا هذاكر عشان أنجح. فطبعًا الهدف ده ملوش قيمة قوي، علشان كده تلاقي إن إحنا او بعض يعني الشباب يعني ايه هدف ملوش قيمه؟ هقول لحضرتك، ما انا هوضح. هدف ملوش قيمه، المفروض الهدف يبقى ليه قيمه، قيمه ساميه. ازاي بقى هدف يبقى ليه قيمه ساميه؟ انا كطالب وبدرس بقول انا هذاكر عشان انجح. لا، انا عايز قيمه اكبر من كده، ان انا اذاكر عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمني. اذاكر يعني عشان ادخل الجنه. طبعا هو انا بتكلم في نقطه الهدف لحضرتك. ما غايه كل شيء هو الوصول لرب العالمين، لكنه لا يمنع من الاخذ بالاسباب في الحياه الدنيا. فالنجاح ايضا قيمه كبيره، حتى لو في مدرسه او حتى الخطوات الصغيره، اي مكان تقبل وظيفه تعمل اي، ده برضو نجاحات صغيره، عشان بس الناس ما تفهمش غلط. بس الرساله حضرتك قلت من خلال الكتاب انه الرسول كان حط هدف واشتغل عليه في الحياه الدنيا. تمام. ازاي بقى اشتغل عليه في الحياه الدنيا؟ ايه الالات اللي كان بيتبعها؟ تمام، احنا قلنا اللي هو حضرتك قلت وصايا 10 كان بيتبعها او مبادئ 10 كان بيتبعها. تمام. هنقول مثلا اول حاجه تقدير الذات، النبي علمها لنا. عشان انت تحقق هدف لازم تكون عندك ثقه. وبدايه الثقه تقدير الذات. طب انا هجيب منين تقدير الذات؟ من القران والسنه. ربنا قال لك ايه؟ اني جاعلهم في الارض خليفه. قال لي مين؟ للملائكه. وقال ربك للملائكه اني جاعلهم في الارض خليفه، فاذا انا خليفه ربنا في الارض. ونفخ في ادم من روحه. تمام، برافو عليك. فده ايه بيخليك انت تاخد ايه جزء من تقدير الذات. ايه تاني؟ ربنا خلقك فسواك فاحسن ايه صورك، ده برضه جزء من تقدير الذات. وطبعا في كده في تقدير الذات كلام كتير. فانا باخد دوت بخش بيه على الثقه بالنفس. يعني انا بتكلم على الثقه بالنفس عشان احقق هدفي، عشان برضه ما تقولش. فانا بتكلم في تقدير الذات، قدرت ذاتي، عرفت ان ربنا خلقني فاحسن تقويم، جعلني خليفه الله في الارض. ربنا الم نجعل له عينين ولسانا ايه وشفتين. ربنا جعل لي معطيات كتيره، منها وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض. لو نشوف مثلا ما في السماوات هنشوف قرص الشمس، ده جزء من ما في السماوات. فاذا اللي انا عايز اقوله ان هنا بقدر ذاتي. قدرت ذاتي بدخل على ايه؟ الثقه بالنفس، اللي هي حسن اعتزاز المرء بنفسي. والنبي على فكره يعني في موضوع الثقه بالنفس يمكن يتكلم ليه باع كبير جدا في موضوع الثقه بالنفس، عشان برضه عشان احقق الهدف. زي ايه مثلا؟ زي ايه؟ والنبي عليه الصلاه والسلام كان لسيدنا عمر ابن اسمها عاصيه. فالنبي علمه قال له لا، سميها جميله. خد بالك الكلام ده من امتى؟ من 1400 سنه. اللي هو استحسان الاسماء. ما شاء الله عليك. تمام. صح.